السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة الخلاصة كورة. ترتيب مجموعات كأس الرابطة المصرية 2022 بعد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 26/1/2022 في الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022. اليوم متابعينا الكرام كان عندنا ثلاث مباريات الخاصة بالمجموعة الأولى. المصري البورسعيدي خسر من فيوتشر 1-2، أحرز هدفي فيوتشر محمد رضا في الدقيقة الثالثة، أشرف مجدي في الدقيقة 42، وهدف المصري عن طريق حسن علي في الدقيقة 82. الاتحاد السكندري تعادل أمس مصر المقاصة 0-0. إسترن كومباني تعادل أمام بيراميدز 1-1، أحرز هدف بيراميدز أحمد أيمن منصور في الدقيقة 22، ولاعب متعب أحمد متعب في الدقيقة 70 سجل هدف إسترن كومباني أو الشركات الدخان. بكرة بإذن الله تعالى عندنا ثلاث مباريات أيضا في المجموعة الثانية. المقاولون العرب هيلعب أمام الإسماعيلي، والجونة هيلعب أمام البنك الأهلي، المباراتين في نفس التوقيت الساعة 2:30 ظهرا أو مساء بتوقيت مصر. المقاولون أمام الإسماعيلي على أون تايم سبورتس اتش دي 2 أون تايم سبورت الثانية، والجونة أمام البنك الأهلي على قناة أون تايم سبورت الثالثة. سموحة هيلعب أمام الأهلي الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، والقناة الناقلة قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1 أون تايم سبورت الأولى. خلينا نتعرف على ترتيب المجموعات. متصدر المجموعة الأولى في المركز الأول فيوتشر برصيد 12 نقطة، الاتحاد السكندري المركز الثاني بثمان نقاط، مصر المقاصة المركز الثالث بسبع نقاط، المصري البورسعيدي المركز الرابع بأربع نقاط، بيراميدز في المركز الخامس بنقطة، وإسترن كومباني المركز السادس والأخير بنقطة. خليني أقول لك إن خلاص كده فيوتشر في المركز الأول وحسمها. أول فريق يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية بإذن الله تعالى، زي ما قلنا بيتأهل لنصف النهائي المركز الأول من كل مجموعة بعد انتهاء خمس مباريات لكل فريق في كل مجموعة. يعني بمعنى أصح دلوقتي اتلعب الجولة الرابعة، فبالتالي فاضل جولة واحدة بس وفي فرق أربع نقط بين المركز الأول والثاني، ففيوتشر حسمها أول متأهلين لنصف النهائي. هيبقى أيضا صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية وصاحب المركز الأول في المجموعة الثالثة في نصف النهائي، ومعاهم أفضل مركز ثاني، فساعتها يكون عندنا أربع فرق. بالنسبة للمجموعة الثانية متابعين الكرام، الإسماعيلية في المركز الأول بخمس نقاط، سموحة المركز الثاني بأربع نقاط، الجونة المركز الثاني أيضا بأربع نقاط، المقاولون العرب المركز الثاني أيضا بأربع نقاط، الأهلي المركز الخامس بثلاث نقاط، والبنك الأهلي المركز السادس الأخير بنقطتين. أما المجموعة الثالثة المجموعة سي، غزل المحلة في المركز الأول بخمس نقاط، إنبي في المركز الثاني بخمس نقاط، سيراميكا كليوباترا المركز الثالث بأربع نقاط، فاركو في المركز الرابع بأربع نقاط، طلائع الجيش المركز الخامس بثلاث نقاط، والزمالك المركز السادس الأخير بنقطة واحدة. متابعين الكرام خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. تصدر الهدافين لاعب ناصر ماهر لاعب فيوتشر في المركز الأول بثلاثة أهداف، والمركز الثاني أحمد مودي لاعب فاركو بهدفين، وحسن علي لاعب مصر البورسعيدي، ورزقي حمرون لاعب فاركو، ويحيى حامد لاعب غزل المحلة، وحسين لاعب سيراميكا كليوباترا. المركز الثالث أحمد رفعت لاعب فيوتشر بهدف، وأحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز، وعلي ياسيلة لاعب سموحة، وباسم مرسي لاعب سيراميكا كليوباترا، ومبولولو لاعب اتحاد سكندري، وإسلام عبد النعيم لاعب الجونة، ومحمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا، ومحمد رضا لاعب فيوتشر، ومحمد فاروق لاعب فيوتشر، وصلاح أتيف لاعب إنبي، وسيف تيكا لاعب سيراميكا، ووليد الكارت لاعب بيراميدز، وأحمد يحيى لاعب غزل المحلة، وبواتنج لاعب الاتحاد سكندري، وعادل لاعب غزل المحلة، وصالح لاعب اتحاد سكندري، وصابر لاعب بيراميدز، وطارق لاعب فيوتشر، وزياد طارق لاعب الاهلي. اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.